يعني يمكن القول هذا تربص، هل هذا نسميه تربص أو فترة نقاهة؟ هذه والله يسميها ما تشاء، ولكن بالمفهوم الرياضي ليس تربص. هل الفريق الآن بعد الفاجعة، بعد مرور أيام قليلة، يعني الفاجعة كانت يوم 20، ما زلنا حتى الآن نعزي أنفسنا وبهذا الفاجعة وفي هذا الفقدان، هل يمكن القول بأن النادي تجاوز نسبيا، اللاعبين تجاوزوا نسبيا، ممكن يعودوا إلى الميدان في أقرب وقت؟ والله الأخ قادر ما نكذبش عليك، احنا من يوم الجنازة تاع الفقيدين اللاعبين تعرف انت يعني أغلبية اللاعبين يخرجوا يسكنوا خارج ولاية أمية، وكنا معاهم بالهاتف يعني ما كناش معاهم يعني فصافاص يعني في باش نتكلم، كنا معاهم بالهاتف نطمئنوا عليهم على حالتهم، نتحكوا في امور الا امر نرجعوا للمنافسه اللي ما تكلمناش عليه، هذا الامر نتكلموا عليه الليله ان شاء الله، نتكلم معاهم الليله ان شاء الله من ساعه او ساعتين نتكلم معاهم في المعطيات الاوليه، تقول بلي اللاعبين يعني راه مازال تحت الصدمه وكاينه مشاكل وكاين امورات. انا البارح كنت اتصل باللاعبين لما بغيت نبلغهم برساله في الاتحاديه والاقتراح تاعه، تكلموا معايا كثره اللاعبين، تكلموا معايا الاولياء تاعهم يعني قال لك اودي احنا درك كاينه ظروف قبل الحادث، عندنا امور تعرف امور ماديه امور عارف الحاله تاع الفريق، قال لك اودي احنا اولادنا راهم رايحين للمجهود، كنت اكسيدون ماتوا زوج من بعد تعاود جرحى طبعا الاصابات وال سمعت زياده على الجرحى سيد حماني، كاين جرحى راهم اثنين في المستشفى، واحد خرج البارح، كاين اللاعب ابراهيم زود وكاين المعالج الفيزيائي سيد بوداود محمد راه على مستشفى على مستوى ايموشن. اظن حتى المباراة المقبلة 6 جانفي امام شباب بالوزداد معظم الاراء تذهب الى انكم ممكن تاجلوها، يعني 6 جانفي يبدو تاريخ قريب جدا. والله الاخ قادر بن عمار السيد رئيس الاتحادية قال لك نروحوا للقرية الاولمبية ونبكلوا بها 6 ايام، وفي خلال هذه المدة مع المعالجين النفسانيين والجماعة تاع الطب الرياضي ونشوفوا ظروفهم، قال ما قالكش يلعبوا يوم 6 يعني راه تلعبوا او قال لك اودي نشوفوا منا اليوم الاربعاء ان شاء الله لما تكمل هذه فتره النقاهه اذا صح التعبير، ومن بعد نتشاوروا ونشوفوا الوضعيه تاع اللاعبين والوضعيه تاع الفريق، نشوفوا الاصابات، احنا عندنا 9 لاعبين ما يوجدوش قبل شهرين، 9 لاعبين تقريبا كل هذ اللاعبين اساسيين، الفريق اللي دي بلاصه والاساسيين.